مشغولة علينا بإيه؟ مشغول بإيه؟ الشغل. كلمتك مرتين. أنا الحقيقة أصلي ببقى عامل الموبايل على السايلنت وأنا بحضر الحلقة الجديدة. جميل إنك تبقى مهتم بالشغل. ما عنديش حاجة أهم من اللي أهتم بيها. ولا جوارية؟ المحبة اللي بعد عداوة. مفيش في الإعلام عداوة. مفيش. حضرتك أستاذة وعارفة. يعني إحنا ممكن نختلف مرة، نتفق مرة، لكن العداوة دي كلمة كبيرة أوي. الحقيقة ما كانش في خطتي خالص إنكم تتفقوا. أنا كنت عاوزاكم تتنافسوا. لا اطمني حضرتك يا هانم. التنافس موجود في أي وضع. حتى في أكتر أوقات التوافق بيبقى التنافس موجود ويمكن أكتر من العادي. اطمني على خطتك. المهم بس تاخد بالك. لأنه ساعات نو أكتشلي. دايماً. الجواز، الحب، العلاقة بين اتنين في نفس المهنة بتبقى مش كويسة على الاتنين يا طارق. ناتشي طبيعي يعني. هي في دماغها نجاحها وانت في دماغك نجاحك. صعبة قوي الدماغين يناموا على مخدة واحدة. طب ما احنا ممكن بدل ما اجيب سرير ونحط مخدة طويلة نجيب مخدتين صغيرين، خدادية هنا بالطموح وخدادية هنا بالطموح. ريلي شربات شربات مش كده؟ مش بتقولوا كده على الدم خفيف شربات؟ يود احنا بنقول اكتر من كده، ده احنا بنقول شربات وعسل وفقري وبنزغرط وكل حاجة. رايت اوكي. انت حر بس بجد خد بالك. انت ليش انا واخد بالي؟ جود. في اجتماع مهم جدا هحضره انا وانت وشخصيات اجنبيه. هنحدد فيه الخطوات اللي جايه، ننفذها بدقه. والشخصيات دي بقى اعرفها انا؟ في اللي تعرفهم وفي اللي هعرفك عليهم وفي اللي يستحسن ما تعرفهمش. انا جاهز. اوكي. هبلغك بالميعاد. وطبعا انت راجل عاقل مش محتاج اقول لك انه ده سر. انا كل اللي بيني وبينك سر يا راجل. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.